مرحبا بكم في إشاري سيبليز. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير سمك في الفرن بالملح. سأحتاج في المقادير 500 غرام من السرديل غير منقى، فقط ننظفه قليلا بالماء، و250 غرام من الملح. في إناء نضع نصف كمية ملح بهذا الشكل، نبسطه على الإناء كله بهذه الطريقة ونضغط عليها. بهذا الشكل طبقة رقيقة جدا تقريبا 100 غرام. نضع عليها السمك. من الأفضل استخدام هذا النوع، يكون يستحمل الحرارة. ونغطيه بالكمية المتبقية من الملح. نطرقه بالحراشف، هي التي ستمنعه من امتصاص الملح. يبقى الملح فقط لطهيه جيدا. نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا 30 دقيقة. كما كتشوفوا المحمد ملي كتسخن كتولي محجره، من الاحسن يتكال ديك الساعات الا خليتوها كترجع كتميه. نحيدو هي بشويه باش ما يتفتتش لينا الحوت. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما توصلوا بجديد ديالي تابونا فلاش. نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.